الأيام القادمة، خاصة الأيام القادمة ستحمل لنا مفاجآت عظيمة. إي وربي ستزداد الرسائل وستزداد الظواهر. هذا ليس علما بالغيب، شما حد يقول الله التنجيم وكذا، لا 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 لا، هذا علم بسنة الله تبارك وتعالى في كونه. وكل من قرأ القرآن ودرس أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ذلك يقينا. فنحن على مشارف النهاية. 90% من العلامات الصغرى التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت، نحن على مشارف النهاية. ممكن هلا كل أسبوع، كل يومين، كل ثلاثة نشاهد ظاهرة، نشاهد حدث كوني. هذه كلها رسائل من الله تبارك وتعالى، وستزداد ستزداد. والبلاء والمصائب، والمصائب إذا حلت والعقوبات إذا حلت تأخذ الصالح والطالح، الصالح والطالح. قالت أمنا زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، وهل أكثر من الخبث في هذا الزمان؟ فجور فجور، خبث، عصيان، تمرد على الله تبارك وتعالى، مجاهرة بالمعاصي، مجاهرة. إذا كثرت المعازف والقينات، قال عليه الصلاة والسلام: قال: سيكون هناك خسف وقذف ومسخ، ناس بفيقوا الصبع لقوا حالهم قردة وخنازير، وقذف حجارة ونيازك وشعب من السماء، قذف ومسخ وخسف، تبتلع الأرض، تبتلع الناس، وهكذا. هذه كلها بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي يا عباد الله. نعم، إذا كثر الخبث. فما هو سبيل النجاة يا عباد الله في هذا الزمان؟ ما هو سبيل النجاة وما هو طريق الخلاص؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان لهم أمانان، أما الأول ذهب، يعني الأمان الأول ذهب رفع، بقي الأمان الثاني إلى يوم القيامة. الأمان للعباد ما هو؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا الأمان رفع بموت رسول الله. بقي الأمان الثاني، ما هو؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بقي الأمان الثاني، ألا وهو الاستغفار، أمان العباد. فإذا تركوا الاستغفار والتوبة هلكوا. هذا هو الأمان الباقي للعباد يا عباد الله إلى يوم القيامة: الاستغفار، التوبة. أكثروا من الاستغفار، توبوا يا عباد الله، توبوا إلى ربكم، أخلصوا أعمالكم لله. الدنيا ستنتهي بسرعة، إي وربي، لحظات ونكون كلنا في القبور لنعرض على الملك القدير سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمر الثاني من أسباب النجاة: الصلاة، الصلاة، الصلاة. أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا.